السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم في الحقيقة باش نبداو حلقات جديدة نتيجة طلب نتاع ياسر من الإخوة والأخوات حول الحديث عن ما يسمى السحر والحاجات الغير طبيعية. احنا نعرفوا اللي فما ياسر عباد يخرجوا من الأديان ولا يوليوا ربوبيين ولا يوليوا لا أدريين أو يوليوا ملحدين ويبقاو مازالوا يصدقوا بما يسمى الغيبيات. فما اللي يقعد يصدق لك بالجن، فما اللي يقعد يصدق لك بالأرواح، فما اللي يقول لك معناتها فما حاجة غير طبيعية، فما قوة غير طبيعية، فما تأثيرات معناتها يمكن توقع معناتها من جهة أجنبية. فما عباد مثلا يؤمنوا مثلا بالقراءة المستقبل وإلا ما يسمى الأسترولوجي يعني علم الأبراج. هناك اللي يؤمن بالسحر والتأثير عن بعد، وهناك معناتها تعرفوا أنواع السحر كثيرة، نجم نقولوا إن عدد السحارة معناتها عدد أنواع السحر بعدد السحارة. صحيح فما ياسر أنواع من السحر، وتجي تقرأ تلقى آلاف الكتب فهم تتحدث عن السحر، كما تلقى آلاف الكتب تتحدث عن الأديان. أنا بالنسبة لي الدين والسحر هم توأمان، فهمت، نجم نقولوا مع بعضهم. هذاك علاش عبر التاريخ ديما السحر فهمت ضد الدين والدين ضد السحر، وتلقى الأديان الكل تحذر من السحر على خاطر النجم أنا نقول اللي المنافس الوحيد للدين هو السحر، وبالعكس صحيح. نعرف احنا البشرية في الأول في التاريخ نتاعها الأول وقتها اكتشفت أنها موجودة بدأت تحس بضعفها فتخيلت ما يسمى أشياء وجعلتها تقويها وتعطيها العزيمة باش تواجه هذه الحياة والمشاكل متاعها. إذا هذا بصفة عامة، أنا مانيش ندخل في تاريخ ظهور الأديان وظهور السحر، ولازمكم تعلموا أن السحر هو متقدم على الأديان، يعني البشرية عرفت مرحلة من مرحلة السحر واختلط السحر بالدين وكانوا معناتها ما يسمى السحرة هم الكهنة. لكن مع تطور البشرية تم نبذ السحر كليا وتم تعويضه بالدين اللي هو في الحقيقة نفس الشيء، يعني إلا أن معناتها السحر يقول لك معناتها هذيك قوة بشرية أو قوة أشياء غيبية، بينما الدين أعطاها نظام وأعطاها إله وأعطاها جن والأرواح وكل هذه الحكايات. المهم نتيجة معناتها طلب ياسر من الإخوة أن أتحدث في هذا الموضوع، وهو موضوع في الحقيقة ياسر طويل. معناتها في الحقيقة أنا عندي نجم نقولوا تجربة يعني متفرغ لهذا الشيء مدة 5 سنوات، عندما انتقلت عندما معناتها تركت الأديان وذهبت إلى ما يسمى بالربوبية وبالصوفية وتغلغلت في الصوفية وأردت أن أتصل بهذه القوة التي كنت أعتقد أنها هي مصدر الأديان. وهناك وصلت إلى ما يسمى الحالات الغير طبيعية ودراسة هذه الحالات، ونحاول معناتها نحاول نفهمها ونشوف هل هي بالفعل غير طبيعية، هل هي بالفعل خارقة للعادة، هل هي بالفعل لا تخضع للقوانين اللي موجودة في العالم وإلا لا. ودامت الرحلة طويلة، ونجم نقولوا الصدمة اللي وقعت لي في معناتها اكتشاف إنها هذه الأمور كلها عبارة على خداع وأكاذيب وكلها أسرار، كما يقول المثل عندما تعرف السبب يبطل العجب، فهمت. وذاك علاش أنا كل مرة معناتها في التجربة بتاعي نمر من مرحلة لمرحلة، يعني فما تعرفوا أنواع السحر، فما بالأسماء، فما مثلا يقول لك بالألوان، السحر الأحمر والسحر الأزرق والسحر الأخضر والسحر الأسود وعدة أنواع من الألوان، فما عبيد أخرين يسميوه بأسماء أخرى، فما ما يسمى السحر باستعمال قوة غيبية أو ما يسمى المساعدة من طرف الجنون أو الأرواح أو الموتى أو غيرها من هذه الأمور، وفما السحر اللي يقول لك عن طريق ما يسمى بالأثير أو ما يسمى بالإيحاء أو قراءة الأفكار أو ما يسمى زاد بالسحر نوع آخر هو ما يسمى القوة المغناطيسية التي يمكن أن تحرك الأشياء، فهمت؟ احنا اليوم باش نتكلموا في هذه ما يسمى تحريك الاشياء. يمكن في الفيديوهات القادمه نحاول في الفيديوهات القادمه ننظم الامور ونجبد هذه كل المواضيع باش الشخص يفهم راهو الاعتقاد السبب نتاعو هو الجهل، فهمت. لازمكم تعرفوا حاجه،
ما تغزلوش الحاجة تصدقوها، فهمت؟ مهما كانت رأي كل حاجة في الدنيا هذه عندها تفسير، وهذاك علاش الغرب تطور. راه هذه الأمور موجودة من قبل، الغرب جاء وطورها وردها حقيقة. مثلا هذه فكرة متاع التهافت، مثلا تتكلم مع واحد على بعد 1000 كيلومتر كما نشوفه في الإسلام. وقتها عمر تكلم مع السرايا وقال لهم يعني شدوا الجبل وكذا وغيرها من هذيك الأمور، يعني ما يسمى بالهاتف، فهمت؟ الغرب جاء درسها، حب يشوفها هل هي حقيقية أم لا، اكتشفها كلها أكاذيب. لكن شنو استفاد من الفكرة واخترع ما يسمى الهاتف؟ نفس الشيء في كل الأمور الأخرى اللي موجودة في الدنيا هذه. يعني قبل كانوا معناتها يستعملوا نوعا ما من الخداع بشي، معناتها يسخروا من الناس ويلعبوا لهم بعقولهم ويخليوهم تحت رحمتهم. واحنا نعرف حتى في الغرب الذي معناتها يدعي التطور، يعني الشعوب نتاعو غاطسة في علم الأبراج وقراءة المستقبل. واحنا تو نحاول، وانا نحاول معناتها مانيش باش نتكلم في كل شيء، خاطر كما قلت لكم الموضوع ياسر كبير، وانا رغم اني 5 سنوات تخصصت فيه لكن وصلت مدة طويلة وانا ابحث فيه، ونحاول ديما كل ما نلقى حاجة غير طبيعية نحاول باش نفهمها ونبحث لها على حلول. وعندكم صديقكم والرب الربوب الكبير جوجل، تنجموا تلقاو فيه كل شيء، وتنجموا تلقاو الحاجات تفسير لكل حاجة. حتى كان حاجة ما عندهاش تفسير تنجموا تسألوا السؤال وفما شكون يجاوبكم ويعطيكم حل. راهو هذية الأرواح والجنون والجن، يعني ما يسمى مش الجنون، الجن والقوة غير طبيعية وقراءة الذهن والسحر وكل أنواع السحر. فما مثلا كما قلت لكم فما السحر يقول لك نجي نكتب لك كتاب ونجي نكتب لك حاجة وتمشي تحطها في في البير الفلاني أو في الماء الفلاني، أو تعلقها في شجرة ولا تحطها في قبر ميت، ولا تجيب لك الحاجة هذيك، ولا ما يسمى بالتاكول، ما يسمى بالسحر الأسود. يعني تجي تعطي الواحد ياكل حاجة يولي يحبك ولا يولي يكرهك، ولا تفرق بين العباد وغيرها من الأمور اللي هي في الحقيقة لو تم معناتها أنت تدرسها وتفهمها تلقاها داخلة فيها الكيمياء، وداخلة فيها الفيزياء، وداخل فيها ما يسمى علم النفس والطبيعة الإنسانية، وداخل فيها علم الطبيعة. وهو مثلا نضرب لك مثال السم، السم هو نوع من السحر. يعني في الماضي كان عبد تعطيه حاجة ياكلها يموت، فهمت؟ قبل ما كانوش يعرفوا السم، فهمت؟ أما فترة من الفترات كانوا يسخيبوا هذاك الشخص اللي يعطي هذاك الحاجة تموت، يعني هو إنسان سحار ولا يعطيك حاجة، ولي تشوف حاجات وتتخيل حاجات كيما أنواع من المخدرات وهي موجودة طبيعية في الطبيعة. وانا نحاول في الحقيقة، انا اعرف نجم نقولوا مئات بل الالاف الطرق في جميع المجالات هذه، لاني اختصيت فيها وكان عندي غرام بها في الاول، كنت معناتها مصدق بها، ولكن وقت اكتشفت الحقيقة متاحها بديت بشوية بشوية ولا عندي غرام باش نكتشف هذه الحاجات. وانا نحاول ننقل لكم هالتجربة هذه باش تحلوا عينيكم وتفيقوا. كما قلت لكم راه حتى الغرب اللي يدعي الحضارة والتطور مازال غاطس حتى العنكوشو، والأموال الذي معناتها تجي من عملية قراءة المستقبل والأبراج، وأنا طبعا نحكي لكم زادة على الأبراج وكيفاش معناتها يتم التلاعب بعدة أشياء وعوامل لكي يخليوك تصدق حاجات ما عندهم حتى أساس من الصحة. إذا ما نحبش نطول عليكم، هذه المقدمة معناتها طويلة ياسر، ما نحبش نطول عليكم. اليوم حبيت نضرب لكم أمثلة بسيطة على ما يسمى التحريك عن بعد. التحريك عن بعد هو علم باهي موجود، تلقاه مثلا في الانترنت، معناتها تلقى الاف المقالات اللي معناتها يقولوا ان هو حقيقه، ويعطيك حتى طريقه معناتها كيفاش تترينا وكيفاش تتدرب لكي تستطيع ان تحرك الاشياء عن بعد، وكيفاش تكسب قوه باش تنجم فهمت تسيطر، تحل باب تسكر باب، تحل تلفزه تسكر تلفزه، تطفي شمعه، تسكر الضوء بعينيك، تحريك حاجة، تحريك ملعقة، تحريك طاولة، تحريك كرسي، تحريك أشياء في المطبخ، هذه الكل فهمت احنا نحاولوا باش نتكلموا عليها اليوم. العباد اللي يؤمنوا بهذه الأفكار في الحقيقة يعطيوك تفسيرات معناتها ليس لهم معناتها بعيدة كل البعد عن الواقع، ويحاول ياخذ لك أدلة علمية. راهو نفس الأديان نفس الشيء، يجي يقول لك مثلا الكواكب تأثر على بعضها، والقمر تأثر على المد والجزر، وإن المادة عندها قوة خارقة،
وما يسمى قوة إيجابية وقوة سلبية، ويدخل لك في عبارات ومتاهات معناتها كلمات اللي أنت تبهرك، فهمت؟ تبهرك تقول يعني هذه حقيقة، فهمت؟ يقول لك هكا الكواكب تأثر على بعضها، علاش القمر تدور حول الأرض، علاش الأرض والكواكب يدوروا حول الشمس، يعني فما جاذبية، فما حاجة معناتها تحدث اللي تخلي المادة تأثر على المادة. إذا أنا كإنسان نجم بقوة فكري وبقوة عقلي وبالقوة الإيجابية اللي فيا أني نسكر باب وأني نطفي شمعة. هنا باش نحكي لكم قصة صغيرة، تعرف أنا راهو الفيديوهات متاعي كما تعرفوا بسيطة، وديما العباد يقولوا لي راك ياسر بسيط، فما بعض العباد يقولوا لي معناتها مش الكل، أما الحقيقة أكثرهم يعني عجبتهم الفيديوهات، أما يقولوا لي معناتها تتكلم بأسلوب جدا بسيط، ونقول لهم أنا متعمد نتكلم بأسلوب ياسر بسيط، هذه معناتها حاجة أنا هدف متاعي. في الحقيقة أخيرا جاوني زوز ملاحظات حبيت نذكرهم هوني، وتعرفوا كما قلت لكم أنا الفيديوهات متاعي هي فيديوهات طبيعية، لا هي إخراج ولا هي تحضير ولا هي حتى شيء، نحل الكاميرا ونقعد قدامكم هكا ونحكي معاكم كأنكم قدامي وكأنكم بحذايا وكأني يعني حاجة عادية، ما نحبش يعني البروتوكولات والحكايات الفارغة. زوز حاجات، حاجة أولى هو قالوا لي ان اسلوبك بعضهم تقريبا نسبه النجم نقولوا 5%، فهمت؟ هما عباد يعني عندهم مستوى معناتها كبير وكل شيء، يقولوا لي شبيك تحكي باسلوب ياسر بسيط، علاش ما تحاولش تحكي باسلوب اكاديمي واسلوب بالادله وبمصادر وكل شيء. قلت لهم احنا هذيك هي سبب المشاكل متاعنا، المشاكل متاعنا انها الطبقه النخبه والمثقفه متاعنا بقات تكتب بطرق وباساليب صعبه علميه، فهمت؟ وتلقاها ما تعملش فيديوهات غير تكتب مقالات طويله عند طولها 20,000 كيلومتر، وتكتب لي في كتب وتعمل لي في معناتها تنظيرات وكل شيء، وانا معناتها نحترم معناتها اسلوبهم هذا، ولكن حبيت نقول لهم راهو كلامكم ما يقراوه كان النخبه. هذاك علاش؟ فهمت؟ انا مثلا نقرا هذاك الكتاب وفلان يقرا هذاك الكتاب اللي معناتها يهتم بهذيك الامور. إذا فعل العلم نتاعكم والمعرفة نتاعكم بقات محدودة في النخبة فقط، والعامة خليتوها لحتى حد، خليتوها لشكون؟ خليتوها لعلماء الجهل والتخلف، خليتوها للمسلمين، خليتوها للعلماء نتاع الأديان، فهمت؟ اللي نهار الكل يكذبوا على العباد ومعنتها ويلفقوا ويحكيوا لهم في حكايات ما عندها لا راس لا ساس، والعباد مساكن مصدقين. لهذا انا اقول، فهمت؟ ما نقولش للكل، العباد اللي عنده امكانيه باش يحكي باسلوب بسيط يحكي باسلوب بسيط، باش الافكار، فهمت؟ الحضاريه، الافكار الانسانيه، الافكار اللي باش تقدمنا لقدام توصل للمجتمع، توصل للطبقه السفلى نتاع المجتمع. انا نحب معناتها الفيديوهات تسمع معناتها في العائلات، في العائلات الام. انا اخيرا صدقني فما واحدة اتصلت بيا قالت لي سمعت أمها فيديو من الفيديوهات نتاعي يتكلم حول الزواج، فهمت؟ أمها كبيرة عمرها تقريبا 70 سنة ولا معناتها كبيرة ياسر، سمعت لها معناتها على المرأة في الإسلام وكل شيء، فيديو قديم مازلت ما حاولتش حطيته على خاطر ما تعرفوا القناة نتاعي تم إيقافها، قالت لي حطيت لها الفيديو ومعناتها وخليتها حبيت نشوف شنو رد الفعل نتاعها. يا أخي جيت، فهمت؟ يعني نغزر لها نلقاها وجهها تبدل، قالت لي واه يكب ساعد محمد معرس الطفل عمرها 6 سنين، فهمت؟ يا قالت لها هي بالحق، قالت لها بالحق معرس، قالت لها هي، قالت يكب ساعد ويكب ايامه، فهمت؟ وبدات تسمع في الفيديو بدات تسب فيه، تصور تسب فيه محمد مرة عمرها 70 سنة، سمعت يعني باسلوب بسيط نحكي كيفاش محمد عرس بقداش من امراه وقداش معناتها واغتصب، قالت واه يا بنيتي انت هاو اغتصبها يا ماريا، هاو اغتصب فلان، يا اخي قداش من المراكب بساعدوا عرس، فهمت؟ يا اخي انا معناتها الطفله هذه تحكي لي، قالت لي تعجبت يعني كيفاش ام يعني تاثرت بالفيديو هذاك، ومن بعد هكا بعد لا كملت هكا قامت باش تصلي، فهمت؟ قلت لها امي مش كنت تسب فيه وكل شيء وتقول اللي هو معناتها ساقط ونذل هذا محمد، علاش قايمه باش تصلي؟ قالت لها انا مانيش باش نصلي ليه هو، يكب ساعدوا يكب ايام وانا باش نصلي لربي، فهمت؟ يعني هو عقل بسيط ولكن لازم نوصلوا للعباد، هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه عملوها لي ملاحظه قبل نعاود نرجع للفيديو اللي احنا موضوعنا باش ما نطولش، هي مساله قالوا لي شبيك ساعات تلبس شاشيه
وساعات يعني تظهر كأنك تقليدي وعامل لحية وكأنك إسلامي، ويعني وقت نشوفوك كأنك يعني مازلت في الإسلام ومازلت متأثر في الإسلام. لا، راني أنا نعمل بالنسبة للحية تعجبني هذه، معناتها مسألة أنا تعجبني شخصيا، تعجبني، فهمت؟ يعني مش على خاطر خرجت من الإسلام باش نحيها، فهمت؟ هذه حاجة. بالنسبة للشاشية، أول حاجة هي من التقاليد نتاعنا، وأنا ما نستعارش وقت نلقى فرصة نلبسها، مش يعني ديما نلبسها، لكن وقت نلقى فرصة نلبسها وتعجبني باش نلبسها، يعني أنا وقت نعمل حاجة نعملها خاطر أنا نرتاح فيها، هذه حاجة. ولكن حبيت نوصل رسالة، راهو أنت تشوف المسلمين يلبس لك كرافات وآخر لبسة ويركب لك آخر فهمت كرهبة سيارة، ويظهر زعما هو متحضر ويتكلم لك بالعلم ويتكلم لك بالنازة ويتكلم لك معناتها باللغة مثلا الفرنسية ولا بالإنجليزية باش يظهر روحه اللي هو متثقف، ويجبد لك أمثلة متاع شخصيات مثلا فولتير وغيرهم من الشخصيات الأوروبية، ولكن مخه خامج، مخه فاست، فهمت؟ يعني عامل لي مظاهر كل متاع تغيير اللي هو متحضر، كيما مثلا طارق رمضان تشوفوا تقولوا هذا معناتها انسان متحضر لاقصى درجه، وهو معناتها متخلف في مخه بول البعير مركرك كيما نقولوا احنا. اذا انا معناتها نلبس لبس تقليدي خاطر نحبه، خاطر ساعات نرتاح وهذه مساله عاديه، ولكن حبيت نقول ونوصل رساله، راهو التغيير مش في المظهر، مش اني ننكر روحي باش نرضي الاخرين، التغيير هو في المخ، فهمت؟ نجم انا نكون لابس تونسي ولا واحد لابس خليجي ولا واحد لابس لبس تقليديه ولا لابس اي حاجه، ولكن المخ يتغير. هذاك علاش انا نقول المشكله مش في الخمار اللي على الراس، هو في الخمار اللي داخل الراس، الخمار هذا اللي يغطي لك مخك ويمنعك انك تفكر. اذا هذه هي معناتها نقطتين معناتها جاوبت عليهم العباد اللي عملوا لي هذه الملاحظات. نرجع ما يسمى بالتاثير عن بعد. انا ما حبيتش نجم نحط لكم فيديوهات، اما تعرفوا ما نحبش نستعمل فيديوهات تاع بعض اخرين، اما كيما نقول لكم تنجموا تلقاو كل شيء على الانترنت، عملت لكم تجربه هاكم توا باش تشوفوها، هي ما يسمى تحريك شيء باليدين، فهمتوا؟ فسرت لكم في الفيديو كيفاش، معناتها العمليه هي كلها عمليه معناتها فيزيك، فهمت؟ فيزياء ليس لها اي دخل لا بقوة فكرية ولا بقوة إيجابية ولا أي حاجة من الحكايات هذوما. شوفوا هذه الفيديو معناتها هاي موجودة، ومن بعد نرجع أغزروا جيد هذه العملية، أغزروا لها، ناخذ أقيدة ولا أي حاجة معناتها كيما باش نحط عليها، وندخل فيها إبرة، إبرة إبرة عادية ندخلها هوني. حبيت نوريكم هذه الطريقة، هذه الطريقة موجودة على الانترنت، وفما آلاف طرق الموجودة على الانترنت على مسألة التحريك الذهني، ادعاء التحريك الذهني، ولكن أنا حبيت نعمل لكم التجربة باش تشوفوها قدام عينيكم. نحط الوحدة هكا، ونحط توا هذه هكا، نحطها بالكدا تكون في الوسط باهي، نحاول نحطها مستوية باهي، تو نخليها تقف، تحاول تبعد النفس نتاعك باش ما معنتها ما يكونش النفس نتاعك هو اللي يحركها، خاطر ينجم يحركها أي ريح ينجم يحركها، ولكن هذه الورقة باش تدور بيديا، هذوما يديا باش تدور. هاني أغفر كيفاش نحط يديا، شفتوها كيف تدور؟ هاو باش ندورها الجهة الأخرى، هاي باش نعاود ندورها هكا، نزيد نقرب يديا. في الحقيقة كيفاش تدور هذيا؟ هذيا عملية فيزيك عادية جدا، هاتو نفهمها لكم، انا حبيت نفهمكم هذه، باش نعمل لكم واحدة اخرى في اخر الفيديو باش نوريكم معناتها هذه باش نفسرها لكم. في الحقيقة يديا سخانة،
فيهم سخانة. السخانة وقتها يعملوا لقاء مع الهواء اللي حولي اللي هو بارد، فهمت؟ يحدث ما يسمى بالكوروندير أو ما يسمى تحرك الهواء. تعرفوا الهواء الساخن عندما يجي مع الهواء البارد يوقع ما يسمى الريح. هاني باش نسخن يديا توا مليح، فهمت؟ نسخن. نجم نحط من هوني حاجة سخونة، من هوني حاجة سخونة، تشوفها كيفاش تدور بالقوي، على خاطر الريح يولي يتحرك من غير نفس، من غير حتى شيء. ها كي نحط يديا هكا، ولأنها الورقة ياسر خفيفة تظهر كأني أنا بقوة قاعد نحرك فيها، وأنا لاني نحرك فيها لا بقوة لا شيء، وإنما نحدث لها نوعا ما، نحدث لها كوروندير، تحرك هوائي، وتنجموا تجربوها، وتنجم تحط حاجة سخونة منها وحاجة سخونة منها. شوفوا إذا لفما تحرك بقوة غير طبيعية، ولا قوة العقل، ولا الحكايات الفارغة هذيك الكل. أو كل ما يحدث الهواء، الحركة، الورقة تدور بطريقة عادية جدا، وتنجم كيما قلت لكم تبدلها الاتجاه نتاعها كي تبدل يديك، تنجم تلعب بها كيما تحب، شوف يعني، وتظهر اللي انت عندك قوة غير طبيعية. هذه معناتها مسألة من المسائل نظن واضحة. شفتوا كيفاش الورقة تتحرك مش نتيجة ايديا، وانما نتيجة الحرارة اللي تصدر من ايديا. تنجم تحط حاجات حارة منها، معناتها منها حاجة سخونة، مثلا كيما في المثل اللي لقيته أنا على الإنترنت، تحط كاس ماء سخون منها وكاس ماء سخون منها، تو تشوفها تدور أكثر، فهمت؟ قد ما يكون فما السخانة مع الهواء البارد يوقع ريح. هذه مسألة طبيعية موجودة في الطبيعة، الريح علاش موجود؟ فهمت؟ قبل كانوا يتصوروا الريح هو معناتها ملائكة ينفخ، فهمت؟ وشادد زمارة ولا شادد عود ويبدا ينفخ ويعمل في الريح. فهمت؟ حتى في المعتقدات القديمة، وحتى الإسلام يعني يتكلم عن المسألة هذيك على أنها ملائكة ماسكة الرعد، ملائكة تهبط الشتاء، ملائكة، هذه الخرافات الكل. ولكن هذه أمور كلها طبيعية موجودة في الطبيعة. فهمت؟ إذا عندما يلتقي الهواء الساخن مع الهواء البارد، شيء طبيعي أنه يحدث لهواء. وعندما يحدث لهواء، هذيك الحاجة تتحرك. هذا معناتها مثلنا أنا ضربته لكم، وخاطر انا ما نجمش نعمل لكم الامثله الكل، مانيش باش نرد الفيديوهات نتاعي باش نعلمكم السحر والامور هذيا، وانما حبيت نعطيكم فكره خاصه باش تفهموا الحكايه، وانتوما من بعد تعملوا على رواحكم وتمشوا تبحثوا. ولكن الحاجه المهمه اللي نحب نقولها ونحب نوصلها، راهو ما فماش حاجه غير طبيعيه، ما فماش حاجه ما عندهاش تفسير. راهو ياسر حاجات قبل كنا ما نعرفوش ليهم تفسير، اليوم ولا عندهم تفسير. كما قلت لكم في الاول، عندما تعرف السبب يبطل العجب. توا باش نحكي لكم القصه الاخيره، باش نعمل لكم التجربه الاخيره باش تشوفوها، معناتها كيفاش معناتها نطفي شمعه بعينيا ولا بالقوه هذه الغير طبيعيه. نحكي لكم القصه. البارح كانت بحذايا صاحبتي وقلت لها راني غدوه باش نعمل فيديو هولنديه، قلت لها راني غدوه باش نعمل فيديو باش نتكلم على حكايه السحر. قلت لها انت تؤمن بحكايه السحر وحكايه تيليباتي، ما يسمى التخاطب عن بعد، وبالنسبه لتحريك الاشياء؟ قالت لي لا، هي ملحده، فهمت؟ ماهيش صغيره كبيره وعندها تجربه. قالت لي راني شفت ياسر حاجات من الحاجات هذوما من منش بها ونعرفهم حكايه فارغه. به، قلت لها انا باش نعمل لك توا حاجه وقل لي شنو رايك فيها. عملتها كي خذيت شمعه، فهمت؟ حطيتها على الطاوله وبعدت 5 متر ولا 6 متر وبديت نكونسونتر عليها وطفيتها. هبلت.
قالت لي لا مش ممكن. قالت لي لا ما لا ناخذ شمعة أخرى. فهمت؟ وأنا نحط هيك وأنا نشعل هيك. قلت لها خذ شمعة أخرى وحط هذه وشعل هذه. فهمت؟ خذيت شمعة أخرى وحطتها لي وشعلتها لي وكيف كيف بديت الكونسورتي كونسورتي كونسورتي حتى لين يعني نركز 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 الكونسورتي بالتونسية نركز 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 حتى لين طفت الشمعة. فهمت؟ هبلت. قالت لي بالحق يعني الحكاية هذه؟ قلت لها شيء طبيعي بالحق. الإنسان عنده قوة فهمت باش يأثر. فهمت؟ قلت لها كيما الكواكب تأثر على بعضها كيما القمر تأثر على المد والجزر تاع البحر أنا عندي قوة معناتها طورتها باش نأثر. قالت لي باهي نجمو نعاودو نجربوها مرة أخرى. قلت لها باهي عاود جربها مرة أخرى. فهمت؟ عاود تشعلت الشمعة كيف كيف يعني ثلاثة مرات. قالت لي باهي نجم أنا ناخذ شمعة ونجربها. قلت لها باهي هاو شد شمعة تمشي جربها. أعطيتها شمعة حطيتها بدات تكونسونتري نص ساعة ساعة حتى شيء. قالت لي شبيني أنا ما نجمتش. قلت لها لازمك تمارين ولازمك نوع من الأكل. وبديت نقنع فيها وبديت نحكي لها نحكي لها نحكي لها. تصور بقينا حتى للصباح. الطفلة تبدلت كليا ولات تؤمن إيمان راسخ اللي أنا عندي قوة غير طبيعية. فهمت؟ يعني ولات تؤمن يعني ملحدة هذه هولندية ويعني عندها عقل يعني يخمم وكل شيء استطاعت نلعب لها بمخها كما نحبانا ونردها تؤمن بحاجة ماهيش صحيحة. قمنا الصباح فهمت؟ قامت كي تغزر لي على جنب. قالت لي أنت إنسان مش عادي، أنت إنسان عظيم، أنت إنسان درش نوع. فهمت؟ عندك قوة معناتها غريبة. قلت لها تقول لك الحقيقة؟ قالت لي شنو؟ قلت لها نكذب عليك، هذاك الكل تمثيلية. قالت لي لا. هبطت في القاعة قلت لا لا مش تمثيلية لا. قلت لها تمثيلية. وهاني توا باش نوريك الطريقة كيفاش. فهمت؟ وريتها الطريقة. قالت لي عجيب. قلت لها شفت فيش يلعبوا بعقول العباد؟ شفت فيش يسخروا من الناس؟ فهمت؟ قالت لي أنا اللي قارية واللي دارسة واللي معناتها عندي معناتها هذه معناتها قارية تصور قارية علم النفس. فهمت؟ يعني تخدم في مجال معناتها مساعدة الناس. فهمت؟ مساعدة الناس في المشاكل نتاعهم والحلول نتاعهم وكل شيء علم الاجتماع. فهمت؟ ووقعت في الخطأ هذا. قلت لها باهي توا نجم تشد لي الكاميرا فهمت باش نصور حاجة معناتها باش نعمل فيديو حول ما يسمى التأثير عن بعد. وباش تشوف معناتها قدام عينيك. بالفعل شدت لي الكاميرا وهاك شوفوا شنو صورنا. فهمت؟
نظن شفتوني كيفاش طريقة التركيز طفيت الشمعة بعيني بقوة موجودة في يدي. هذيك حاجة انتم كي تشوفوا هذيك الحاجة قدامكم ما تقولوش هذا الإنسان عنده قوة غير طبيعية، ما تصدقوش تصدقوا. أنا عملت لكم كان معناتها حاجة بسيطة. أنا اليوم الفيديو هذه نتكلم على ما يسمى فهمت التحريك عن بعد فقط. مرة جاي في الفيديو القادم نحكي في حاجة أخرى. نحاول خاطر ياسر عباد كما قلت لكم نحب نتكلم في أنواع السحر الأحمر والأزرق والأخضر وكل أنواع السحر، ونحب نتكلم في علم الأبراج وقراءة المستقبل، ونحب نتكلم ما يسمى بالإيحاء فهمت وغيرها من هذه الأمور، والسحر والحب والتأكل وكتيبة الأحراج، هذه الكل معناتها نحب نحكي فيهم. كل مرة باش ناخذ موضوع معين وباش نحكي فيه. اليوم الموضوع نتاعنا في الفيديو هذه كما شفتوا في الفيديو اللي قبل هذه واللي قبل الأخرى، كيفاش معناتها الأولانية حركت معناتها ورقة وتوهم العباد إن أنك تحركها بقوتك وما هي إلا عملية طبيعية. أما بالنسبة إطفاء الشمعة فهمت بالعينين، نخليكم تفكروا فيها، ومرة جاية في الفيديو القادم نعطيكم الحل، وفما مش حل واحد فما ياسر حلول، ونتكلموا في موضوع آخر. حب العاني ما حبيش نعطيكم الحل توا بتاع الشمعة، حبيتكم تفكروا وحبيتكم تقتنعوا اللي راني ما طفيتهاش بعينيا وما طفيتهاش بأي قوة وما طفيتها بحد شيء فهمت. يعني هذه مسألة واضحة وبينة، ونختم هذه الفيديو بهذه القصة الصغيرة. تصور مثلا فما واد وعندك ياسر عباد قدام هذوما الواد باش يقطع هذوما الواد. العبد اللي عنده مخه وعنده فكره باش يغزر الأشجار يقطع الأشجار فهمت ويصنع فلوكة ويقص، هذايا الواد، هذا الإنسان اللي عنده مخه وما يحبش يضيع وقته وتكسير معناتها تكسير راس. الشخص اللي عنده قوة بدنية فهمت ينجم يقطع الماء بالسباحة، حتى هي حل، ما نجمش معناتها ما عندوش مخ لكن كيما نقولوا احنا عنده صحة الأبدان. بينما الشخص فهمت اللي لا عنده لا قوة لا مخ لا بدن فهمت كيما حالة المسلمين نتاعنا فهمت ما عنده حتى شيء فهمت، شنو يعمل؟ يقعد فهمت يستنى في رحمة ربي فهمت كيما يقولوا ربه، يستنى في رحمة ربه مش ربي، ربي هو نفسي فهمت، يستنى في رحمة ربه ويقعد يتعبد على أساس أنه في نهار من نهارات يمشي على الماء، يضيع 10 سنين وعشرين سنة وفي الأخر في الأخر في الأخر يمشي يركب مع اللي صناع الفلوكة، وإلا يركب فوق الشخص اللي يعرف يعوم باش يتعدى البحر ويقول سبحان الله هاو ربي جاب لي شكون شق لي البحر ما غير ما كسرت راسي. والا مثلا ما يسموا هذوما مثلا اللي يلعبوا بعقول العباد، يجي مثلا يقعد يحب يمشي يحب يمشي من الجمش، يولي يلقى فكره فهمت باش يشق الماء ويظهر روحه اللي هو شقها لا بالسباحه ولا بفلوكه. كيفاش مثلا يجي مثلا يحط تحت الماء زوز حبوله فهمت زوز حبوله، ومن بعد يتعلم يمشي على الحبل كامور رياضيه ويمشي في الماء، وهو في الحقيقه يمشي على الحبوله لكن العباد اللي يغزروا له يشوفوه اللي هو يمشي على الماء، والا يحط في ساقه حاجات كيما مثلا نتاع الجرمان نتاع البط فهمت باش ينجم يمشي ما غير يعني يمشي هكا على الماء ما غير ما يغرق. نجموا تعرفوا كي تحط حاجه هكا معناتها شفافه كبيره كيما نوع من البلار ولا نوع من الواحد تنجم تتزحلق على الماء فهمت وتقص الماء، يعني هذا مثل من الامثله. والطرق كثيرة فهمت طرق كثيرة، تنجم حتى مثلا يربط روحه بحبل ميتراش معناتها يكون زاد شفاف ويعاونوا واحد اخر باش يشق. المهم فما طريقة من الطرق اللي هو باش يشق الماء، انت يظهر لك اللي هو قاعد يمشي على الماء وهو لا يمشي على الماء لحد شيء، وانما فما خدعة في المسألة فهمت. يعني هذايا معناتها ما يسماو اللي يحبوا يظهروا عندهم قوة غير طبيعية. اما المسلم باش يقعد يتعبد 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 ومن بعد يركب مع صاحب الفلوكة ويقول سبحان الله وربي بعث لي شكون فهمت، هذه معجزة وهذه تنبأ بها محمد عنده 1400 سنة. المهم نظن الفيديو عجبتكم، ونتمنى معناتها انكم معناتها توزعوا الفيديو اكثر شيء ممكن، وانا نحاول باش نتكلم بطريقة سهلة وبسيطة باش ينجم اي انسان يسمع الفيديوهات ويفهم شنو نقول، واي سؤال فما ولا معناتها استفسار ولا حاجة
راني انا اي حاجه نعرفها، انا ما نمنش ان العلم يتخبى، لازم العباد تعرف راهي المصيبه نتاعنا، المصيبه نتاعنا هي الجهل. رانا ما نقراوش، رانا ما نفهموش، رانا نصدقوا الحاجات فهمت ما غير ما نحاولوا نبحثوا فيها. راهو العالم تطور، راهو العالم تطور، نعاود نقولها ونعاود نقولها. والعباد اللي مازالوا يتبعوني في الحركات الإسلامية ومازالوا يتبعوني في الإسلام ومازالوا يتبعوني في الأديان وهذه الحكاية الفارغة، راهو يعني يضيعوا في أوقاتهم، عبارة على وليد صغير فهمت، مازال يؤمني بابا نوال وهو عمره 50 سنة، ومازال يؤمني بالغول وهو عمره 50 سنة. صحيح بابا نوال فرحة للوليد الصغير، صحيح أن الغول تخوف بيه الوليد الصغير باش ما يخرجش لبرا تضربه سيارة، ولكن تصور هذاك الإنسان يبقى ما يخرجش من الدار حتى 50 سنة خاطر خايف من الغول. هذيك هي الأديان، الأديان ترعبنا، أما الآن تطورنا، نعرف شنو اللي يصلح بينا وشنو اللي ما يصلحش بينا، ولازمنا نكونوا واقعيين ونبعدوا على هذه الخرافات كلها، راهي ما عندها حتى أساس من الصحة، رغم اللي أقول فيها تأثيرات، نأكد فهمت، يعني فيها تأثيرات، يعني فما حاجات توقع بالفعل مانيش ننكر، ولكن المشكلة عندها تفسير علاش وقعت. أنا وقت طفيت الشمعة بعينيا الشمعة طفات، وقت نجي نكتب كتاب وهذاك فلاني واللي يحب فلانة، هذاك فلاني واللي يحب فلانة، ولكن كيفاش؟ هذا هو السؤال اللي يتطرح. يعني ماهيش قوة غيبية، ماهيش أرواح، ماهيش جنون، ماهوش إله، ماهيش ملائكة، ماهوش شواطر، ماهوش حد شيء، وإنما أمور فيزيكي معناتها فيزيك وكيمياء معناتها أمور كيميائية وأمور طبيعية موجودة في الطبيعة وأمور نفسية. نظن الفكرة واضحة، وشكرا، ومع فيديو قادم، وسامحوني طولت عليكم شوية. بالسلامة.